كما بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله. اعرب سموه فيها عن اصدق تهانيه وخالص تمنياته بنجاح العمليه الجراحيه التي اجراها خادم الحرمين الشريفين سائلا الله العلي القدير ان ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وان يحفظه ويرعاه ويديم عليه موفور الصحه والسعاده والعافيه والعمر المديد وان يبقيه ذخرا وسندا للمملكه العربيه السعوديه وشعبها الشقيق والامه العربيه والاسلاميه